مساء الخير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم أنت ونبيلة. موضوعات جديدة نتناولها معكم ومع آرائكم من خلال تواصلكم معنا. سجلوا أنفسكم وبياناتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلوا معنا عبر موقع فيسبوك وصفحتنا الرسمية. يمكنكم كذلك تسجيل بياناتكم وسنقوم بالاتصال بكم على الفور. تابعونا كذلك على تويتر وإنستغرام، واتركوا لنا تعليقاتكم وانطباعاتكم عن حلقات أنت ونبيلة. أما الآن فنشاهد معنا الفيديوهات التي حازت على أكبر عدد من المشاهدة في الأسبوع الماضي في تريندينج. أخبار سارة لمحبي الكلاب. هذه الكلبة الجميلة غريسي حازت على فرصة جديدة للحياة بفضل الأطباء وأيضا كل من شاهدوها في هذا الفيديو وتبرعوا بالمال والمشاعر الطيبة حتى يقوم فريق طبي متخصص بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية لها. في هذا الفيديو يظهر طبيبها وهو يتناول معها الفطور حتى تستعيد ثقتها بالبشر مرة أخرى. أما هذا الفيديو الذي حاز على حوالي 5 ملايين مشاهدة، فيظهر به زوجان كادا أن يفقدا حياتهما بسبب موجة عالية كانت أن تجذبهم إلى أعماق البحر بأحد الشواطئ بشمال فرنسا، ولكن لحسن الحظ قام بإنقاذهم شابان كانا موجودين على نفس الشاطئ بالصدفة. قدم الزوجان الشكر للشابين على إنقاذهم وعلى الملابس الدافئة التي أعطوها لهم بعد خروجهم من البحر. قام فنان الروسي ميخائيل سادوفنيكوف بتشكيل لوحات فنية رائعة الجمال من الطمي على ألحان الملحن الأذربيجاني الكبير سامدوف، مزيج من الصور الفنية المريحة للأعصاب والموسيقى كذلك الساحرة في هذا الفيديو. هذا الفيديو أحضرته لكم من نيوزيلندا، وهو عبارة عن مادة مصورة لمئات الأغنام وهي تمشي عبر المراعي الخضراء الزاهية. تظهر اللقطات جحافل الأغنام وهي تتحرك في تشكيلات فنية، وكأن الأغنام تعرف أن هناك من يصورها. أيضا الموسيقى الهادئة المصاحبة للفيديو تجعله أجمل وأجمل. ونختم إذن فيديوهات اليوم بهذا الفيديو للطفلة كيرا، والمرة الأولى التي تركب فيها أحد هذه الألعاب الخطرة والتي تدور بسرعة رهيبة. لا نعرف إن كان مسموح لهذا السن الصغير ركوب مثل هذه الألعاب أم لا. أما الآن فتسمعون مني معلومة جديدة في هل تعلم؟ أضيفت حرية التعبير في التعديل الأول للدستور الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1791 جنبا إلى جنب مع حرية الدين وحرية الصحافة والحق في التجمع في عام 1948. اعترفت الأمم المتحدة بحرية التعبير كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1633 قد عوقب غاليليو غاليلي عقوبة الإقامة الجبرية مدى الحياة لإصراره أن الشمس لا تدور حول الأرض، ولكن الآن وبعد قرن من الزمن هذا الذي اعتبر جريمة أصبح حق من حقوق حرية التعبير. اليوم إذن نتكلم عن أمر يهم الجميع سواء في العالم كله أو في الوطن العربي. اليوم نتكلم عن حرية التعبير وحرية الرأي، يمكن تعريفهما بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية، بشرط أن لا تمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير. ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
معي اليوم في الاستوديو من مصر الفنان المصري محمد عطية، وهو ممثل ومطرب وايضا شارك في الثورة المصرية ويمثل قطاع كبير من الشباب المصري. اهلا وسهلا بك معي انت ونبيلة، نورت الاستوديو. اهلا بك، منور بيكي. شكرا جزيلا لوجودك معي اليوم، وان شاء الله يكون عندنا متسع من الوقت نناقش موضوع مهم جدا واللي انت يعني قريب لقلبك، وهو حرية التعبير وحرية الرأي. هل تعتقد ان عالمنا العربي يعني بصراحة نحن فيه نتمتع بحرية التعبير؟ لا خالص، أكيد ولا أستثني حد، يعني ما أستثنيش أي دولة. هو إحنا حرية التعبير عندنا يعني مكفولة في أكتر من دستور في أكتر من دولة في الوطن العربي، ولكن كلام على ورق يعني. والمشكلة كمان مش في السلطة بس، المشكلة في آلية الدفاع الذاتية اللي عملتها الشعوب المرتبطة بالمواريث والعادات والتقاليد، اللي قد ترفض وتلفظ حريات زي يعني ممكن تبقى في مناطق شائكة زي حرية الدين مثلا، حرية الاعتقاد الفكري، حرية في حريات كتير يعني اعتقد ان مثلا هتكلم مثلا عن بلدي بما ان الاحتكاك مباشر بيها يعني. يعني مثلا في حرية التعبير عن الفكر الديني مثلا، ممكن في قانون حرية الاعتقاد الديني، كل واحد يعتقد الدين. ما هو القانون موجود، القانون موجود انك انت تعتقد، بس هي مرتبطة بدينين بس في مصر، الإسلام والمسيحية. لكن لا يملك اي دين اخر ان مثلا ان يدعو للدخول لي، او لا يملك مثلا الملحد ان يدعو لافكاره الالحاديه مثلا. ولكن ربما هو ما يدعيش انه ملحد مثلا، وما يدعيش الالحاد، ولكن ينشر افكاره او حتى يكون هو بنفسه ملحد دون ما الناس الثانيه. ولا يملك ان ولا يجرؤ حتى انه يعلن ان الالحاد، ولا يجرؤ بلاش الالحاد حتى، ما عندوش الحق يعني. عنده الحق، الحق مكفول في الدستور، ولكن زي ما قلت لك في آلية ذاتيه من الشعوب نفسها رفضة ولفظة بحكم العادات والتقاليد، رفضة منطق حرية الفكر وحرية الاعتقاد الديني. يعني ما اعتقدش ان مثلا لو أسرة مصرية مثلا عرفت ان ابنها مثلا كان في دين وانتقل لدين اخر انها تتقبله عادي، او انه كان في دين والحد هتتقبل ده عادي، او ايا كان. يعني احنا بيننا وبين بعض نفرض على نفسنا يعني حاجات يعني تغلقنا اكثر، سواء دينيا او تفكيريا بصفه عامه، ولكن هناك قطاعات اكثر من اخرى محمد تعاني من هذا الضعف في حريه التعبير وحريه ابداء الراي، قطاعات اكثر من ثانيه. هل هناك قطاعات ثانيه او مجالات فيها بيكثر هذا التشدد في يعني نقص من الحريات مثلا؟ اكيد في قطاعات كتير جدا. يعني اولا في مجال الاعلام مثلا في مصر، حريه التعبير زي ما قلت لك مكفولة على الدستور، ولكن الدستور. يعني مع غض النظر عن عدد الهائل اللي في مصر مثلا من القنوات من الإذاعات، يعني يبقى أنه الأمر ربما في مصر أحسن من دول كثير تانية. لا، هو الأمر في مصر هو انعكاس تام للدولة الشمولية، الدولة صاحبة الرأي والاتجاه الواحد، اللي تنبأ بها جورج أورويل في 1984 في روايته، اللي كتب الإعلام كله في مصر لا يملك أنه عنده سقف حريات مرهون بما تريده السلطة. يعني لا يملك أن يتخطى حدوده، لا يملك أن يذكر أسماء معينة، لا يملك أن يتحدث مثلا. هل من الممكن أن نشاهد مثلا على قناة مصرية حد بيتكلم مثلا في حاجات خاصة بما يتعلق استثمارات الجيش أو الحاجات دي؟ ممنوع، ممنوع. أي شيء يخص القوات المسلحة في مصر بشغله والعمل ممنوع. في حاجات كتير ممنوعة في مصر الكلام فيها، زي ما قلت لك الحاجات الدينية برضو ممنوع. يعني هناك يعني بتشوف أنه ربما، خلينا نقول الأمور بطريقة ثانية، هناك حرية تعبير ولكن هناك خطوط حمراء الواحد ما يتجاوزهاش، وإلا سيتعدى الأمر حرية التعبير وممكن يضطر يعني. لا، أنا لا أعتبر أي حرية مشروطة حرية. يعني ما فيش خطوط حمراء بالنسبه لي، يعني لا يوجد خطوط حمراء، الحريه كحريه كامله يا اما مش حريه. لان انا اعتقد ان كل الاعلاميين الحاليين، ولا استثني واحد، اي واحد كذلك، ما بستثنيش اي حد، اللي بيعملوا حاليا في الاعلام المصري في القنوات الخاصه بالاعلام المصري كلهم يخضعون لرقابه الدوله، كلهم بلا استثناء. لان من لم يخضع لرقابه الدوله منع، زي باسم يوسف، ريم ماجد، يسري فوده، دينا عبد الرحمن، كل دول
منعوا من الظهور في الشاشات والقنوات. فالموضوع مش لا انا لا انا لا استثني احد من الموجودين في الاعلام المصري، كلهم يعملون تحت رقابه الدوله وتحت الخطوط الحمراء التي لا تشكل بالنسبه لي حريه. الحريه يعني حريه بلا خطوط حمراء. انا فهمت فكرتك محمد، يعني ربما الخطوط الحمراء او لما نعطي لحد شيء معين فهو تقصير من الحريه وبالتالي ما فيش حريه، ولكن هل بتعتقد انه ممكن تحت حكوماتنا نحن العرب، يعني حكوماتنا العربية، هل في يوم من الأيام ممكن أن يتغير سقف هذا حرية؟ أنا بتكلم فقط على حرية التعبير، لا أتكلم عن حرية الاعتقاد أو حرية أي شيء، الحريات اللي متعلق البسيطة، يعني حرية التعبير، حرية التفكير، حرية إبداء الرأي. أعتقد أن ده قادم بلا، يعني بلا شك وبلا جدال ده قادم. لأن الفرق بين الأدوات التي تستخدمها السلطات في الوطن العربي وما يستخدمه الشباب عشرات السنين. يعني الشباب دلوقتي ما بقاش بيصدق اي حاجه، ما بقاش بياخده. وبعدين وجود وسائل السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، خلقت مجال موازي. يعني خلاص فاحنا نفسنا كشباب في مصر ما بقيناش بنتفرج على القنوات المصريه كاعلام، بقينا خلاص اعلامنا والفيسبوك، تويتر، السوشيال ميديا بصفه عامه، بنناقش بعض، واصبح مؤثر جدا. اللي ما نقدرش نقوله على التلفزيون او غير مصرح به بنقوله في السوشيال ميديا. طيب محمد، هل بتظن انه هذا السقف اللي بتكلم عليه اللي هو خلقته مجال، او نحن الشباب خلقنا مجال موازي يكون فيه حريات اكبر ويكون فيه مثلا تواصل اكثر بدون اي يعني شروط مانعه، ولكن هل بتظن انه هذا عنده علاقه بالثورات العربيه اللي صارت، ام هذا كان فقط نتيجه زمن وتغير طبيعي؟ ولكن هل يعني كان الثورات العربيه عندها دخل في مبدئيا التغيير؟ هقول لك طبعا اكيد ليها تقل. انا واحد من الناس اللي كنت ضد الثوره المصريه في اول اربع ايام او اول ايامها، ولدرجه ان انا طلعت هاجمت الثوار على القنوات في اتصال تلفزيوني. لكن لما نزلت شفت الحقيقه بعيني، اصحابي اصروا قالوا لي انت اللي انت بتعمله ده، تعالى انزل شوف. نزلت لقيت شباب عادي جدا عايزين حقوق. فحصل التغيير. اكيد التغيير اللي حصل بعد الثوره تفتيح، لان تغييب الوعي السياسي على مدار سنوات كثيره في الوطن العربي من كل السلطات وكل الدكتاتوريات، يعني كل الدكتاتوريات العسكريه اللي كانت تحكم الوطن العربي غيبت وجرفت الوعي السياسي. فلما حصلت الثورات العربيه اكيد الوعي السياسي رجع للشعوب. حتى دلوقتي الشباب ان كان محبط الى حد ما في مصر او في غيرها، ولكن خلاص بقى يرفض اللعب بدماغه. زمان ما كناش مهتمين اصلا، يعني ما كناش نعرف. انا واحد من الناس ما كنتش اعرف يعني ايه فرق بين دستور وقانون اصلا. صح، يعني كان تقصير شويه من الشباب، او تقصير من يعني حتى يفوت الشباب، يعني تقصير عام انه الناس ما كانتش مهتمه كثير بالقوانين مثل ما قلتي. كان الناس يعني أيوة بس مش مهتمه، لان اصلا ما كانش حيكون عندها دخل. ايوه السلطه اللي كانت عامله كده، السلطه جرفت الوعي السياسي وعملت تغييب الوعي ده تم عن طريق بث المخدرات الإعلامية، المواد الجنسية، المواد اللي تلخموا بالكورة، تلخموا بأي حاجة إلا شؤون الدولة، إلا شؤون البلد. الواحد يكون مهتم بأشياء ثانية حتى يكون. طيب إيه رأيك محمد عطية نبتدي ناخذ اتصالات هاتفية؟ أوكي. معنا اتصال هاتفي أول، ومعنا هاني من مصر. أهلا بيك يا هاني. اهلا بحضرتك يا فندم. هاني، ما رايك او ما هو تقييمك لحريه التعبير في مصر؟ انا من رايي ان حريه التعبير يعني لازم اعبر عن اي حاجه، بس يبقى في اسلوب في التعبير. حضرتك يعني انت من الناس اللي بيشوفوا الاسلوب، يعني اسلوب يعني طريقه كيف بتعبر، ولكن تعبر بطريقه ما تجرحش بقى اشخاص ثانيين يعني. طيب ناخذ اتصال هاتفي اخر، معنا محمد من مصر. دائما اهلا بك يا محمد. محمد، ربما تكلمنا عن الاسلوب في طريقه الابداء بالراي، وش معنى كذلك راي محمد عطيه. هل انت تعتقد ان حريه التعبير مثلا في الفن او الابداع او السياسه او الاعلام ربما هي من الاساسيات اللي لا يمكن الاستغناء عنها؟ حريه الراي وحريه التعبير اكيد في قيود لما تمثل الدين او تمثل الانبياء او تمثل الاشخاص اللي عايشين حوالينا في العالم اللي بيقدموا رسالات للكون. يعني ما فيش في حريه التعبير اتكلم عن النبي. يعني انت تشوف انه لما يوصل الموضوع للانبياء مثلا او الدين
لازم حرية التعبير تتوقف، هل هذا ما تعنيه؟ في قيود عندنا من ربنا التعبير، هو ادانا حريات في حاجات كتير، يعني هو ربنا أسس الكون على حرية التعبير، لكن احنا استخدمناها غلط. لكن حرية التعبير السياسية، لو انا مختلف مع شخص يبقى من حقي ان اختلف معاه ومن حقي ان ابرز رايي. وطبعا هي الموضوع ان احنا بنتكلم على حريه التعبير في الوطن العربي عموما. انا مش شايف في حريه تعبير في الوطن العربي على الجانب السياسي، يعني القمع وال انت مش شايف انه هذه نقطه يعني ثانيه انتقلت لها، انه محمد بيقول انه مش شايف انه هناك حريات في الجانب السياسي في وطننا العربي. هو ما فيش حريه، ايوه طبعا ما فيش حريات في الجانب السياسي طبعا، وما فيش القمع الفكري موجود في كل الوطن العربي. يعني انا برضو برجع اتكلم عن مصر، بما اني اكتر دي اكتر بلد انا متكي بيها، بس هو النقطه ثانيه مختلف. طيب راي ثاني ربما يجينا في الاتصال اللي معنا الان. معنا الياس من لبنان، اهلا بك يا الياس. هل تعتقد ان حكومتنا العربيه من حقها ان تحدد سقف لحريه التعبير؟ انا اول شيء بدي اقول لك انه حريه التعبير هي حريه، هي شيء مقدس لكل العالم، لازم يكونوا عم يتمتعوا بهالشيء هيدا. بالنسبه للحد من سقف حريه التعبير، نوعا ما انا بوافق هالشيء هيدا، لانه من منظار انه لحتى ما يصير في اي انتقادات قويه للحكومات او لاشخاص، لحتى بالاحرى ما يصير في اي فوضى خلاقه في حريه التعبير اللي عم نستعملها، لحتى الكل يعني بطريقه انه يكون كل شيء مضبوط وكل شيء تحت سقف القانون، والا بتصير فوضى خلاقه، وانا ضد هالشيء صراحه. طيب الياس انا بحترم رايك، ربما حيكون عندنا، انا حاسه بيك حيكون عندنا وقت اكثر لاننا نناقش وجهه نظرك في راي الياس. شكرا لك يا الياس. ما زلنا نتكلم مشاهدينا عن حريه التعبير والابداع في العالم العربي، ومزيد من الحديث ياتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. هل تعترف البلاد العربية بحرية التعبير؟ برامج المواهب، اكتشاف للنجوم أم استغلال لمواهبهم؟ الموسيقى والدي جي، هل يتساويان؟ كل هذا بعد الفاصل. بكم من جديد. يكاد يكون تأكيد الحكومات على أهمية حرية الرأي مجرد مجاملة في معظم دساتير العالم تقريبا، ولكن الواقع ليس بهذه الدرجة من الحرية. الكثير من الناس يلقون في السجون في مختلف أنحاء العالم، أو يتعرضون لما هو أسوأ من ذلك، لا لشيء سوى لتعبيرهم عن آرائهم علنا. لازال معي إذن ضيفي في الأستوديو الفنان المصري محمد عطية، وربما الحوار شيق معك حتى في البريك، ما شاء الله بنتكلم جيد. يعني ربما مشاكل كثيرة قد يواجهها الناس أو يعني الشعوب من خلال قمع معين، أو حتى يعني تقصير من عند الحكومات في كل ما يتعلق بحرية التعبير، ولكن ما هي أهم المشاكل التي يواجهها هذه المرة الفنان المبدع، أو يعني أي حد ممكن يكون عنده رأي أو صوت سواء في السوشيال ميديا أو على قنوات التلفزة بشأن حرية التعبير، وهنا نخص ممكن بالمثال في مصر؟ ده سؤال ممكن نقعد نتكلم فيه سنة، لأن احنا عندنا حاجة دلوقتي في مصر مشابهة تماما للمكرثية اللي حصلت في أمريكا في الخمسينات، إن كان في المادة الشيوعي زي ما أنت عارفة من الاتحاد السوفيتي، وكان السناتور جوزيف ماكارثي بدا يخوف الناس ويرهبهم من الشيوعيه وخطر وبتاع، فبدا الموضوع يتحول ان في ناس بدات تتحبس نتيجه لارائها، وناس من الفنانين، لدرجه ان في مخرجين ومؤلفين بداوا يكتبوا افلام بدون ما يحطوا اساميهم عليها، لان هم مش خايفين. بدا كمان يتعمل لهم قائمه سوداء زي ترامب، وزي في مشاهير كتير، تشارلي تشابلن، البرت اينشتاين، آرثر ميلر، ناس كتير جدا كانوا ضحايا المكرثية في فترة الخمسينات في أمريكا. المكرثية انتقلت من السلطة للشعب. يعني بدأ الناس مثلا تقابل ترامبو، في واقعة شهيرة حصلت مع المخرج مع الكاتب ترامبو، إن هو واحد
قابله في خارج من السينما قام رامي في وشه كوبايه صودا رماها في وشه لانه بالنسبه له خاين. ازاي انت بتخون البلد؟ ده اللي حصل في مصر دلوقتي. اللي حصل في مصر ان الفنانين او المثقفين او المبدعين اللي ليهم اراء مخالفه لما ترغبه السلطه بيتم اعتبارهم على ان هم خونه اتهامات ليهم بالمخ، وبيتم تشويه سمعتهم تماما. يعني وصلت حريه التعبير والاراء ان في كتاب بيتحبسوا عشان روايات لا علاقه لها بالسياسه، اللي خدش الحقيقه العام زي احمد ناجي اتحبس، باسم يوسف في امريكا مش عارف يرجع مصر بسبب ارائه، اسلام البحيري زي ما قلنا قبل كده. يعني شوفي التلات، باسم يوسف سياسيا، اسلام البحيري دينيا، احمد ناجي ثقافي روايه، كاتب روايه ادبي. طيب احنا فهمنا انه يعني هناك مشكل ما، ولكن ما هو السبيل بالنسبه للشباب انه يقاوم هذا المشكل، انه يكمل حياته، المبدعين يكملوا ابداعاتهم، انهم يعيشوا بطريقه عاديه بعد كل هذا وفي ظل كل هذا؟ هي المشكله اللي مش قادر تاخد بالها منها ان مفيش مانع دلوقتي. يعني انت دلوقتي لو منعت روايه احمد ناجي تاني يوم على الفيسبوك كل الناس قريتها. حاولوا في وقت من الاوقات يمنعوا 1984 بتاع جورج اورويل، تاني يوم كل الناس قريتها على الانترنت. مفيش، هو يمكن بيلعب الدور العكسي، بالعكس الناس بالفضول ممكن تروح وتقرا. وما بقاش انت هو معتمد. ما هو ده اللي بقول لك، في فرق شاسع بين فكر السلطه وفكر الشباب، فهو مش مستوعب. فالشباب اوريدي يعني العصر غير العصر، الوقت غير الوقت، وعنده كل وقت عنده يعني ربما وسائله انه يقاوم بها حاجات معينه او افكار معينه يحاول الواحد الثاني انه يدخلها في راس الثاني. ما رايك ناخذ اتصال هاتفي اخر؟ ومعنا اتصال من عند فايز من العراق. اهلا وسهلا بك يا فايز. سؤالي، هل انت مع ام ضد تحديد عقوبات لتجاوز حريه التعبير من قبل الدوله؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. صراحة هو الموضوع مو بهالشكل ينطرح، يعني أنا رأيي الخاص هذا صراحة، يعني ينطرح أنه سابقا يعني تعرفين أنت الوطن العربي كله أجمع، يعني كان تحت نظام ديكتاتورية، والنظام الديكتاتوري يعني ما يسمح لأي تعبير للرأي الآخر أنه ينطرح. مقابل هذا أنه صار نظام التغيير، وصار الوطن العربي فيه تغيير بالربيع العربي، مثل العراق صار تغيير ديمقراطي، مثلا الدول الأخرى ليبيا مصر صارت فوضى إعلامية أنا أشوفها. ليش؟ لأن مو كل ما يعرف يقال. ليش؟ لأنه إحنا حاليا هسبون يعني تحت، يعني اللي يتكلم بالإعلام مو يتكلم ضمن يعني إعلام داخل البلد، يعني يتكلم عن طريق الإعلام الخارجي وكل العالم يشوفه. يعني هسه مثلا نأخذ مثال، يعني أمريكا هسه هي أم الديمقراطية، هل تقبل بشخص مواطن أمريكي يظهر على الإعلام أمام الشاشات في جميع دول العالم ويبدأ مثلا بالسب والشتم إلى 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 مثلا جهة أو طائفة أو ها؟ ما يسمحون به. إحنا ليش ما نأخذ من الغرب الشيء؟ طيب يعني طب انا عندي سؤال فقط حتى افهم وجهه نظرك. انت قلت مواطن يروح ويبتدي بالسب والشتم، هذا حاجه ثانيه. هل اذا هذا المواطن ابتدى فقط انه بانتقاد نقط معينه هو غير موافق عليها، ممكن انه تتقبل منه او كذلك يعني يتم يعني ربما التعامل معه بطريقه سيئه؟ المشكلة سيدتي العزيزة، المشكلة يعني النقد اللي يصير بالإعلام، يعني فقط نقد. يعني أنا شنو الفائدة أنه أنت تنقد بس مقابل هذا ما تقدم لي حل؟ صح، أنت قدم الحل قبل النقد حتى مثل ما يقول يعني تمشي الأمور. وأنت تشوفين يعني هسه الوضع العربي كله فوضى، يعني فوضى عارمة، وما نعرف وين راح يوصل المصير، وما نعرف شنو اللي راح، والله شنو الديمقراطية؟ ديمقراطية مو هذه الديمقراطية، ديمقراطية احترام رأي الآخر، الديمقراطية احترام. طيب فايز، حتى فقط ألخص، يعني هسه على مستوى رئيس وزراء مثلا لدولة معينة، هل الإعلام من حقه أنه يقف أمام شاشات الإعلام ويبدأ بالسباب ويبدأ بالشتيمة؟ يعني هذا الإعلام مثلا، هذا الإعلام الحر، أو هاي الديمقراطية؟ لكن أنا فقط يعني فايز ربما على مستوى ربي،
طيب أنا حتى ألخص رأيك، ربما يعني كل مرة بتبعك معك في الكلام، ولكن ترجع إلى السب أو الشتم. هل ضروري أن الواحد يعني عبر عن رأيه بهذه الطريقة؟ وهل إذا عبر عن رأيه بطريقة مختلفة ممكن أنه كذلك يقول ما قاله، أنه سب وشتم ويتخذ كأنه سب وشتم وبالتالي ما يتخذش بعين الاعتبار؟ فايز أنا شكرا، يعني أشكرك شكر جزيلا على رأيك. ومعنا أحمد من الجزائر، أهلا بك يا أحمد. هل تعتقد أن هناك تغيير إحنا في حرية التعبير عندنا في دولنا العربية بعد وقبل الربيع العربي؟ نعم طبعا هناك تغيير. كيف؟ هناك تغيير، يعني في بعض الدول العربية لم تكن هناك أصلا شيء اسمه حرية التعبير. أما الآن فحرية التعبير مكفولة عند كثير من الدول العربية. يعني أنت شايف أن هناك حرية تعبير عند دولنا العربية أو عند كثير من دول العربية. أنا أشكرك على رأيك وشكر جزيل لك. طيب معنا اتصال هاتفي آخر، ومعنا أمينة من الجزائر. أهلا بك يا أمينة. أمينة برأيك هل من الممكن؟ أهلا بك يا زميلتي نبيلة. أهلا بك. هل من برأيك هل من الممكن أن تتحول حرية التعبير أحيانا إلى تجاوز الآداب العامة إن لم يحكمها أو تحكمها ضوابط ممكن تحددها الدولة؟ بالنسبة لحرية التعبير أو حق حرية التعبير هو حق مقدس تضمنه الدساتير العالمية والقوانين، ولكن بعض الدول أو في الدول العربية تضع قوانين أو لوائح أو كما يقال أخلاقيات المهنة، وذلك من أجل حسبها من أجل تنظيم النشاط أو تنظيم حرية التعبير، ولكن يدخلوا ذلك من باب أنها تنظم ذلك الحق من أجل أن تفيد أولا أو تتجنب المساس في السب أو الشتم أو المساس بالشخصية. ولكن على العموم أن هذه الضوابط أو بالنسبة هذه القوانين التي تضعها الدول أظن أنها ليست لها فائدة، وإنما الغرض منها الحقيقي هو التضييق على حرية التعبير، وذلك من خلال وضع قوانين تتضمن أحكام مبهمة تحرم انتقاد الحكومة أو كتابة تقارير عن مواضيع حساسة سياسيا أو اجتماعيا. طيب رأيك واضح جدا، أنا أشكرك شكر جزيلا على هذا الرأي. شكرا جزيلا لوجودك معنا أمينة من الجزائر، ضيف العزيز الفنان المصري محمد عطية للحوار بقية ولكن بطريقة ثانية إن شاء الله يكون الفقرات أخف من هنا. إذا دعنا يا محمد نتفق مع بعض ونتفق مع المشاهدين أننا دوما مع الحق في التعبير عن الآراء والمعتقدات دون أي تهديد بالسجن أو الأذى من الحكومات. وما زلنا نريد أن نستكمل الحديث معك ولكن في مواضيع أخرى. مشاهدينا ابقوا معنا ومزيد من المواضيع بعد الفاصل. ماذا تفعل برامج المواهب في نجوم المستقبل؟ هل نعتبر من يحترف الدي جي موسيقي؟ بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدين من جديد، ما زالت فقراتنا مستمرة، ولكن دعوني أولا أريكم الصورة التي أحضرتها لكم اليوم من صفحات الإنترنت في اخترت لكم. تصبح الدنيا مظلمة جدا عند الغطس تحت عدة طبقات من الجليد، بالإضافة إلى الظلام فالجليد يزداد والتيار يدفعك في اتجاهات لا تريد الذهاب إليها. يقول بول نيكلون المصور الذي التقط هذه الصورة أن هذه المخاطر تجعله يلتزم بمعايير الأمان للغطس حتى يعود سالما إلى بيته. التقط بول هذه الصورة في عام 2002 ويقول أن وقتها كان هناك طبقات متعددة من الجليد في ألاسكا والتي تختفي شيئا فشيئا نتيجة لتغيير المناخ الذي يمر به كوكب الأرض. منذ تسعينات القرن الماضي انتشرت فكرة برامج المواهب ونالت شهرة عالمية، الأمر الذي دفع شركات الإنتاج العربية والقنوات التلفزيونية إلى تبنيها ونقل نسخها إلى قنواتنا العربية.
ورغم أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، إلا أنها قد جلبت الكثير من السلبيات التي أضرت بصناعة المواهب بشكل عام وبصناعة الموسيقى بشكل خاص. ومن بين هذه السلبيات التي من الواجب نقدها والوقف عندها طويلا، استغلال البشر واستغلال بساطة المشاركين وقلة فطنتهم في كثير من المسائل. ما زال معي في الأستوديو ضيفي الفنان محمد عطية، الذي هو ليس فقط فنان ومطرب مصري، وإنما كذلك ظهوري في ساحة الفن كان ظهوره كان أول في أول موسم من نسخة ستار أكاديمي 2003. عدى عليها وقت شوية، 13 سنة كنت ما شاء الله 13 سنة الآن. 13 سنة. يعني أنت كنت الفائز بالمركز الأول في واحد من أهم برامج مثل برنامج ستار أكاديمي، واللي أعطاك أكثر شعبية وأكثر يعني أكبر عدد من الجمهور في الوسط العربي. أنت برأيك كمحمد عطية، ما هي القيود التي يفرضها برنامج مثل ستار أكاديمي أو تفرضها برامج المواهب على المشتركين؟ طيب، هو برامج المواهب سلاح ذو حدين. يعني أنا هتكلم عن تجربتي الشخصية، وأعتقد أنها ممكن يتم تطبيقها على كل البرامج. يعني أنا خصوصا أنك أنت كنت فائز، ليس مشارك فقط، أنت فزت. ما هو إحنا بنرتبط بعقود إدارة أعمال بعد البرنامج. عقود إدارة الأعمال أو عقود الاحتكار بالمعنى الأصح، يعني بيتم فيها تقييد الفنان في اختياراته الفنية، في اختياراته في كل شيء، لدرجة اختياراته في لبسه وتسريحة شعره. مكتوب يعني هدف عنده. مكتوب. في لبسه وتسريحة شعره وظهوره وكل الحاجات دي. فقد يظهر الفنان للناس بصورة غير اللي هو عايز يظهر بيها، أو غير شخصيته. ومع صغر السن، يعني أنا كنت في ستار أكاديمي 19 سنة. فبقيت يعني خرجت 20، فأكيد مش فاهم يعني ايه شهرة، ومش فاهم يعني ايه احتكاك بجمهور، ومش فاهم ايه الصح اللي يعجب جمهوره وايه اللي يتم انتقاده، مش فاهم. وبعدين الثقافة بتختلف من بلد لبلد. يعني لبنان ثقافتها غير مصر، غير دبي، غير 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 صح غير صح، فاهم؟ فتيجي بيطلع نسخة هي ممكن يعني تصلح لبلد، ولكن لا تصلح للاخر. يعني في مصر في تحفظات كتير كانت على لبسي مثلا فتره بعد ستار اكاديمي، الفتره اللي كنت بلبس فيها لبس وانا مش فاهم. يعني انا مش فاهم هل هم صح ولا دول اللي صح ولا مين. على شعري، يعني على شعري كانوا بيختاروا لساعات ان هم يلونوا شعري، وانا الون شعري ليه؟ فاهم؟ ففي حاجات بتتعمل قد بتوصل صوره مغيرة على شخصيتك، غير شخصية الشخص أو الفنان اللي عايزه. ما بقيس على محمد عطية، بقيس على كل الناس. يعني ما عرفش العود التانية تبقى زي، بس أعتقد تبقى مشابهة، وأعتقد بتبقى أصعب كمان، لأن إحنا كنا في الأول يعني كانت عودنا أسهل وفيها ثغرات. أعتقد أن اللي بعد كده بقى أصعب، واللي دلوقتي أصعب وأصعب. لكن في الآخر هي مفيدة في حتة أنك أنت بتقطع أشواط وسنين في شهور. ولكن زي ما بيقولوا مفيش حاجة بدون ثقل وخبرة بتبقى نفس قيمة الحاجة اللي لها ثقل وخبرة. يعني مثلا في وقت بعد ستار أكاديمي كان كل 16 مشترك بتوع ستار أكاديمي معروفين في جميع أنحاء الوطن العربي. لو قسنا على الفنانين اللي في الوطن العربي اللي معروفين في جميع الوطن العربي، هتلاقيهم يتعدوا على الصوابع. عمرو دياب مش عارف، فهو حطك في حته، يعني دخلك على العالميه بطريقه، يعني في حته كبيره جدا. ولكن 19 سنه اكبر واكبر. ولكن بقى خدي بالك، المهم ان عمرو دياب لما وصل لده مثلا، وصله بعد خبره وفشل ونجاح ونجاح وفشل وتخبط وزور وروح ويجي، لغايه لما بقى هذه الاسطوره الفنيه عمرو، الاسطوره الحيه الفنيه عمرو دياب. وكذلك قيس على كده بقى محمد منير او ايا كان بقى الفنان الكبار. ده ما ينقص برامج المواهب، وينقصها ايضا اداره اعمال بتفكر مش في الفلوس فقط. او اداره الاعمال بتفكر في خلينا منطقيين، بتفكر في الفلوس، لكن تفكر في الفلوس الى جانب الفن على اللونج ران، على المدى البعيد. طيب هل هناك احتكار؟ هل هذه المواهب اللي بتطلع من برامج يعني البرامج الهواة مثل ما بيذكروها، هل هي بتعمل احتكار على هذه المواهب، على هذا الفنانين بصفة يعني خاصة، يعني بياخدوا احتكار مباشر للفنان؟ ايوه طبعا بيبقى لا يحق لي ظهور اعلاميا الا بالرجوع ليهم. 5 سنين ولا 10 سنين ولا 10 سنين؟ 10 سنين. 10 سنين يعني وقبل التجديد. أو
عشان يعني من يعني من قريب كنت انت من 4 سنين او 3 سنين. ما دي اثرت كتير جدا في اختفاء، وكان في مشاكل وكان في حاجات مش عايز اتطرق ليها لان الموضوع اتحل خلاص، لكن كانت مشاكل كتير بيني وبين اداره الاعمال. انا كنت بعمل حاجات فنيه وبظهر بظهور مش مقتنع بيه، وكل ما الواحد بينضج وبيقرا وبيشوف بيبقى شخصيته بتتغير، وهم عايزين يحطوكي في حته معينه او ولكن في بيبقى كمان الموضوع الاصعب من كده انك ما تقدريش تختاري مثلا سكريبت فيلم. هم اللي بيختاروا يتقال عليك مثلا هم يختاروا ده. وغالبا بنسبه 90% يعني بيرفضوا. لا بيختاروا الاكثر اجرا وليس اكثر قيمه فنيه، لان هم بياخدوا معاك النسبه، بياخدوا نسبه كبيره جدا. يعني انت واخد معاهم نسبه. بالظبط، بمعنى اصح انا اللي واخد نسبه مش هم اللي بياخدوا نسبه. صح. طيب انا عندي سؤال، ربما كل الناس بتساله، ستار اكاديمي، ذا فويس، مواهب ثانيه كثيره يعني او برامج ثانيه كثيره، عرب ايدول مثلا، اوكي بنعرف انه اللي بينجحوا فيها الواحد لواحد من كل برنامج بيكونوا معروفين اكثر وبيضلوا يكملوا ويتواصلوا، ولكن اين يذهب المشاركين الثانيين؟ اختفاء تام بيكون عندهم. هو ما اعرفش انا الاجراءات اللي في العقود بتاعتهم بتبقى عامله ازاي، ولكن احنا مثلا هنتكلم على ستار اكاديمي، كان كل اللي موجودين الثمانيه اللي وصلوا للاخر النهائي هم نص المشتركين، يعني احنا كنا 16 في 8 نص المشتركين، كان كلهم مرتبطين بعقود ان هم ما يشتغلوش وما يعملوش، ومنهم اللي اتركن طبعا ومحدش عمل له حاجه، ومنهم اللي عملوا له حاجات. ولكن العقد الناجح او الرابح او يعني الواحد اللي واخد لقب السيزن او يعني الموسم غير العقود الثانيه بتاع الثمن مختلفه، ولكن العقود الثانيه اكثر. لا العقود، ايوه العقود الثانيه بتبقى فيها ربط مثلا سنه او اتنين، وفي ظل بقى اللي حاصل دلوقتي سنه او اتنين دول في العمر الفني كتير جدا، كتير لان من سنه لسنه، يعني السيزون بتاع ذا فويس مثلا السنه دي، السنه اللي بعديها بيطلع حد تاني بتنسي بتاع السنه اللي فاتت، او في اي برنامج عرب ايدل او ستار اكاديمي او ايا كان. فالموضوع الموضوع مثل ما قلت في الاول، الموضوع عنده ايجابيات وعنده سلبيات، وهو شويه في شويه حظ، يعني انت وحظك بالضروره كيف بتتعامل مع موقف النجوميه المفاجئه اللي جاك. موقف وموقف كم واداره العمل اللي معاك، يعني في فنانين كتير خرجوا من ستار اكاديمي او خرجوا من برامج تانية ونجحوا ولسه مكملين. انا مثلا من الناس اللي يعني في محمد عساف من الناس، جوزيف عطيه من ستار اكاديمي، شذا كذا حد حسون. كذا حد نجح وكمل. ولكن برجع اقول لك ان بيخضع الموضوع برضو لاداره الاعمال اللي معاك، لحظك، للصوره اللي هم عايزين يحطوك بيها، قد تناسب البلد اللي انت فيها، قد لا تناسب البلد اللي انت فيها، وساعات ممكن يكونوا ممكن يكونوا انت شخص بيجربوا فيه شكل جديد هم عايزين يعملوا، يعني مثلا هي بالضبط. طيب محمد عطيه معنا اتصال هاتفي، ومعنا خديجه من المغرب. اهلا بك يا خديجه. خديجه، هل انت بتعتقدي انه برامج المواهب تستغل مواهب المشاركين؟ نقول لك رايي انا، بالنسبه هما تحققوا لهم شهره في النسبه الاولى، ومن بعد يختفيوا. يعني هذوك الفنانين اللي كيطلعوا تياخذوا اللقب، يعني لما من كيظهروا في هذيك الصوره معهم، من بعد كيديروا واحد العام عامين كيختفيوا. يعني الا ما عطاوش هما جهد من عندهم ما صحيح اذا ما كانش مجهود من عند المشترك بنفسه، او يعني تشبث بانه يضل في الساحه، ممكن يختفي بسهوله، وهذا ما بيضمنولوش يعني انه استمراريه. شكرا لك يا خديجه. ومعنا اكرام من المغرب دائما، اهلا بك يا اكرام. اكرام، في رايك هل من حق الشركات المنتجه البرامج المواهب اللي احنا اليوم كنتكلموا عليها ان تتحكم في مستقبل المشتركين؟ تتحكم في مستقبل المشتركين بس من الجانب الفني مو من الجانب الشخصي. يعني من الجانب الفني انها تتابعهم وتبنى إدارة أعمالهم وتأمن لهم حفلات، بس مو من الجانب الشخصي، يعني تقول لهم كيف يلبسوا ولا يعني انت شايفة انه التدخل في شخصياتهم مثل ما قال محمد عطية اللي معنا انه مثلا يختاروا له طريقة لبس ستايل معين، هذا مش من حق الشركات برأيك؟ هذا مش من حق الشركات، هذه حرية شخصية. طيب شكرا جزيلا لك. وننتقل للجزائر، ومعنا هشام. اهلا بك يا هشام. هشام، برايك ما هي سلبيات برامج المواهب؟ ما نتحدث عن الايجابيات والسلبيات، ولا سلبيات
طيب وما هي هذه التلبيات؟ التلبيات برامج المواهب هي ما يغوص كثير في المجتمع، كنا برامجها سطحية سطحية ما سطحية. أنا برامج ليست عميقة يعني. ما يغوصوش في المجتمع العميق، المجتمعات العربية العميقة يعني. كاين مواهب كثيرة بصح ما هي نور، ما هيش شايفة النور. طيب أنا أشكرك على رأيك يا هشام، شكرا جزيلا لك وشكرا لكل متصلين ومشاهدين. أنت نبيلة على نقاشنا الرائع اللي كان معك أيضا محمد عطية. ما زال معي ضيفي اليوم ماسكة فيك لحد آخر الحلقة الفنان المصري محمد عطية، ولنا عودة ومواضيع جديدة، ولكن بعد هذا الفاصل بقوا في المتابعة. الدي جي فن من فنون الموسيقى أم مجرد مهنة؟ بعد الفاصل. الدي جي أو الديسك جوكي والمقصود بها بالعربية مقدم الأغاني المسجلة، أي الشخص الذي يتولى اختيار وتقديم الأغاني والألحان المسجلة مسبقا لمجموعة من الناس، مهنة معروفة ولها شعبية كبيرة بين الجمهور العربي والأجنبي على حد سواء. مؤخرا زادت شعبية هذه المهنة وظهر الجدل المعتاد لأي شيء يحصل على شعبية كبيرة. هل يؤثر الدي جي سلبا على صناعة الموسيقى؟ أيضا هل يمكن أن نعتبر الدي جي مبدع موسيقيا؟ دعونا نبحث عن إجابات لهذه الأسئلة، ولكن بعد أن نشاهد معا هذه اللقطات. ما زال معي في استوديو ضيفي العزيز الفنان المصري محمد عطية، والذي سيجيب معنا على أسئلة كثيرة متعلقة بالمشهد الموسيقي في العالم العربي، وإن كان فن الدي جي يمكن اعتباره إبداعا موسيقيا أم لا. وأيضا يسرني أن يكون معي في الاستوديو الدي جي المغربية نور الهدى. مساء النور نور الهدى، مرحبا بك. إذا أنت ونبيلة اليوم ما شاء الله عندي التيم الرائع، ليكون حلقة إن شاء الله رائعة. محمد تكلمنا عن الدي جي، يعني هل في نظرك أنت يمكن اعتبار مثلا دي جي موسيقي أو دي جي موسيقى؟ طب هو بس في فرق بين الدي جي والموزع. يعني الدي جي طبعا بيكون لا عنده دي لازم تكون موهبة انك يعرف يعمل مزج بين الاغاني معينة بطريقة معينة بذوق معين، وفي وده بيميز واحد عن واحد. يعني في العالم حتى في مشاهير كتير جدا من خلال الدي جي، لكن في فرق بينه وبين اللي بيصنع المزيكا اللي هو الموزع. وفي حتى دلوقتي موزعين دي جي يعني دي جي وموزع في نفس الوقت، زي مثلا ديفيد جاتا مثلا، ده موزع وفي نفس الوقت دي جي. في فرق بين ده وده، لكن طبعا مش اي حد يعرف يشتغل. يعني انت بتشوف انه دي جي موسيقي؟ طب اكيد عنده سنس ميوزيك وعنده كمان وبيعرف يمزج الاغاني ببعض ويعرف يدخل وامتى يشيل من الاغنيه. خد بالك وكمان هو الموضوع مش بالبساطه اللي احنا متخيلينها. يعني هو ساعات تبقى اغنيه مثلا اسرع من اغنيه، هو بيحط التيمبو بتاع دي على دي بحيث البيت بيتغير. طيب انا معنا يعني الشخص المناسب اللي ممكن يجاوبنا على يعني نور الهدى. ربما الناس كثر بيقولوا انه دي جي ليس موسيقي، انت كيف انك تقنعيهم انه دي جي موسيقي؟ اول شيء قبل ما اتعلم دي جي كنت بفكر نفس الشيء انه دي جي مش كتير موسيقي، يعني بيلعب بلاي ليست اغنيه ورا الثانيه اغنيه ورا الثانيه، يعني بيأدي بس
لما دخلت في المجال وصرت اتعلم وكل شيء completely different. يعني مش easy ولازمك talent، لازم يكون عندك ذوق، تعرفي كيف تدخل أغنية في الثانية وتمزجيهم، شو الأغنية اللي بتجي مع هاي الأغنية. وهل بيتغير مثلا أنت لما بتكوني في مكان معين بتلعبي في موسيقى، هل بيتغير الأماكن اللي بتكوني فيها مثلا بيأثروا على الموسيقى اللي أنت لازم تاخديها، يعني اختيار كذلك يعني الأغاني أو المقاطع اللي هتلعبيهم، هذا بغض النظر على الطريقة مثل ما قال محمد أنه الواحد يمزج ما بين أغنية وأغنية، هل يعني هناك اختلاف في الأغاني في الأماكن اللي أنت ممكن تكوني فيها تعزفي فيها هذه الأغاني؟ Of course طبعا كل مكان وعنده نوع موسيقى محدد، يعني مثلا في ريستورانت ما حتلعبي نفس الموسيقى اللي بيلعبوها في عرس ولا كلاب ولا يو نو، سو ات ديبندس على المكان اللي انت فيه والكراود اللي جايين لهذاك المكان الناس. طيب نور هدى، انت مثلا كيف تشوفي انه بيختلف بما انه الموسيقى واحده ودمجها او عمليه دمجها هي كذلك طريقه واحده، كيف تشوفي انه يكون اختلاف ما بين موزع او دي جي ودي جي ثاني؟ ما هو اللي بخليهم مختلفين انه موسيقى هذا عن موسيقى هذا؟ ما في طريقه واحده للمزج في مليون طريقه عشان تمزجي الـ مش على طول مش على طول بيت ماتشين، ممكن يكون واحده سريعه مثلا 120 بي بي ام واحده تكون 90، بس بتلاقي طريقه عشان تروحي من هذيك الاغنيه السريعه لهذيك بطيئة بدون مزج بالبي بي ام، بدون ما يكون في بالنسبه للناس اللي بيسمعوا بيكون بيكون في اي ازعاج، بدون ازعاج ليهم ولا يلاحظوا اصلا، مرات بتحس انه عدى من اغنيه لاغنيه. مش اي حد يبقى دي جي، مش اي حد، ومش مش سهله زي وبيبان الكواليتي، يعني اللي بيعرف يعمل ده بطريقه تبقى سهله على الودن وما تحسيش بفرق وتنبسطي، والاغاني واختيار الاغاني والليست اللي بتحطيها كل ده بيفرق حد عن حد. الموضوع مش ببساطه للناس بتخيلها، ربما الناس بيظنوا او يعني عندهم نفس افكارنا وممكن يكونوا مختلفين معنا في الافكار. ومعنا اتصال هاتفي. عبد العالي من المغرب، اهلا بك يا عبد العالي. صراحه هل دي جي في رايك انت مهنه محبوبه ولها جماهيريه مثلا في المغرب؟ صارت ليليه بيحبوها، ممكن انهم يلتجؤوا لها في اول حاجه يفكروا فيها هي كيف نخلق الجو العام للسهره، وبالتالي لازمنا دي جي يقدر يعمل لنا الجو المناسب. اكثر تسليه واستمتاع. تسليه واستمتاع. وحاليا العام هذا ما بقاتش شي حاجه اللي هي كتعلق بالدي جي بزاف، حقاش ما بقاش بنادم هو داك التليفونات العصر ديال الالكترونيك دابا كله شنو كيبغي. صح، هو كل ما كثرنا يعني كل ما زاد الوقت كل ما كان عندنا اختيارات اكثر، وكان الواحد صعب انه يختار من ضمن الـ يعني الاختيارات اللي موجوده في السوق. شكرا جزيلا لك عبد العالي. اذا ربما هو حوار شيق ما بين الموسيقى دي جي او ليس دي، انا كنت متوقعه محمد انك تقول لا الدي جي شويه يكون بعيد عن الفن بطريقه انه ما عندوش مثلا آلات موسيقية يلعب عليها، ما عندوش بس، ولكن انت طلعت في كلامك انك مؤيد دي جي، بتقول انه فن وموهبة. مؤيد هو اصل اي حاجة ليها جمهور. صح، خلاص انا ما اقدرش ايد، يعني هو دي اذواق شخصية. غير كده كمان الموضوع فرق بين صناعة الموسيقى وبين لعب الموسيقى. والموضوع مش بالبساطة زي ما قلت لك، مثلا عارفة سرعات الحاجات ازاي، يعني الحاجات دي مش زي ما هي بالنسبة لكل الناس. وبعدين هي حاجة وصناعة الموسيقى حاجة تانية. يعني نور الهدى، احنا اليوم ما عرفش كل محضر للثاني المفاجأة، ولكن عندنا تحدي مع بعض نعمله يكون متعلق بالموسيقى. نور الهدى أوكي. قبل أن ننهي حلقة اليوم، إذا سأتحدى نور الهدى لترينا مهارتها في دي جيين. جينا؟ أوكي يلا جينا. إذا مشاهدينا، التحدي سيكون واضح، وأنا أقرر أنه ما يكونش تحدي لأنه محمد عطية أظن أنه التحدي مع نور هدى سيكون فاشل جدا. كل واحد ومجاله. أنا ارتأيت أننا نختم الموسيقى أو نختم حلقتنا بالموسيقى، إيه رأيكم؟ أوكي طيب، أشكرك شكر جزيل حتى ما يفوتنيش الفرصة أنني أشكرك على وجودك وعلى سفرك من القاهرة لهنا. محمد عطية الفنان والممثل، شكرا جزيلا لك. نور الهدى، شكرا لأنك نورتيني. شكرا. دي جي المغربية هنا بدبي. إذا نكمل بموسيقى، شو اخترت لنا اليوم؟ تفضل.